مرحبا بكم معنا في تعريف النباتات، نباتات الزينة ونباتات البرية. عندنا اليوم نبتة التفلة التركي أو حشيشة اللبن، هو موطنه أمريكا، هو نوع نباتي يشبه ينتمي إلى جنس الصقلاب من الذي يتبع فصيلة الدفلية. التفلة التركي المعروف باسم الصقلاب الاستوائية هو نوع من نباتات المزرعة المتجنس، موطنها في المناطق المدارية الأمريكية ولها توزيع بنتروبي. وصف الأصل التفلة التركية بأنه نوع واسع الانتشار، بدأ من أمريكا الشمالية مرورا بأمريكا الوسطى وصولا إلى أمريكا الجنوبية. ينتشر النبات كنبات زينة بشكل واسع جميع أنحاء العالم، له كثير من الأسماء. النبات ينمو إلى ارتفاع متر أو مترين أو أكثر، مترين إلى 3 متر تقريبا، من خلال الفيديو هذا المسجل عند نبتة تقريبا تجي إلى مترين. سمية مخاوف الملوك أو كزهرة مقطوفة، مع ذلك عندما تنكسر السيقان أو الأوراق تفرز عصارة حليبية سامة مما قد يتسبب في إصابة العين من خلال السمية. يزرع كنبات زينة وحدائق، يزرع كنبات زينة في جميع أنحاء العالم، زينة الحدائق والمنتزهات. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولمزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو. والسلام.